يا راحلين يا راحلين يا راحلين يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه أفضل ما صليت وسلمت على أحد من العالمين. مع لقاء آخر في أسرار الحج وحكم الحج والشوق إلى الحج. بعض العلماء قديما كان يسكن بلاد ما وراء النهر، اشتاق قلبه إلى البيت العتيق. كانت أخته كثيرا ما تقول له: إنك قليل ذات اليد، فقير حتى يتيسر أمرك. فأنشأ أبياتا شعرية في الشوق إلى الحج يقول: سيري تماضر حيث شئت وحدثي، أني إلى بطحاء مكة سائر، يا من يسافر في البلاد منقبا، إني إلى البلد الحرام مسافر. إن هاجر الإنسان عن أوطانه فالله أولى من إليه يهاجر. ألقي العصا بين الحطيم وزمزم، لا يطبيني إخوة وعشائر. ضيفا لمولى لا يخل بضيفه ويريه أقصى ما تمنى الزائر. سأقيم ثم وثم تدفن أعظمي، ولسوف يحشرني هناك الحاشر. يا ليت شعري، يا ليت شعري والحوادث جمة، والغيب فيه للحكيم سرائر. هل في قضاء الله أني قادم أم القرى وإلى البنية ناظر. الشوق إلى الحج لا يعرفه إلا من ذاقه، لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. الله تبارك وتعالى لما أراد أن يشوقنا إلى بيته العتيق ذكر ما فيه من الآيات البينات. قال ربنا عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله يدعوك وهو غني عنك، فإن أقبلت ذاك الفوز كله، وإن أبيت فالله غني عن العالمين. أول بيت وضع للناس في مكة، في بكة، وبكة هي مكة، لكنه عدل عن اللفظ هنا لأنها اسم آخر فيه معان أخر. بكة تبك الجبارين، كم من الجبارين أراد مكة فرجع حسيرا، وما حادثة الفيل منا ببعيد. الله حمى بيته العتيق مع أن قريش كانت مشركة، لأن هذا هو البيت العتيق الذي لا بد أن يكون آمنا، آمن كل شيء ها هنا آمن. تصور حتى في الجاهلية كان الرجل إذا رأى قاتل أبيه في الحرم لا يتعرض له حتى يخرج من الحرم، ليبقى البيت آمنا، حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. عندما تدخل إلى الحرم يطالعك البيت العتيق، الكعبة، هذا البناء المشيد. العجب أن الكعبة بناء أسود من حجر، ليس بناء مشيدا كالقصور الفخمة. نعم، إن العبرة هنا أنه مركز الدائرة، مركز الكون. في دراسة لرجل من مصر سنة 78 أثبت أن مكة هي وسط المعمور من الأرض، الوسط تماما لأنها القبلة، فكأن كل الناس يطوفون حول مركز الدائرة. تبدأ بالطواف
فتستلم الحجر الأسود. الحجر الأسود، كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إذا أتى الحجر الأسود يقبله. يقبل حجرا؟ نعم، لأنه ليس حجرا عاديا، تقبيل تكريم ليدلنا على أن هذا الحجر الوحيد في الأرض كلها نزل من الجنة. في دراسة حديثة قبل 20 سنة أثبتوا أنه حجر يشبه هيئة النيازك، نزل من السماء، نزل من الجنة. لماذا؟ ليذكرنا أننا كنا هناك في الجنة مع أبينا آدم. آدم وحواء كان في الجنة، ثم أهبط لحكمة الابتلاء، فتستلم الحجر لتعاهد ربك أن تسير على طريقه لترجع إلى الجنة. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. الحجر الأسود يشهد لك يوم القيامة، كأنك عندما تستلم تسجل اسمك أن يا رب زرت بيتك العتيق وسأرجع إلى جنات عدنك لأني على صراطك المستقيم. تبدأ الطواف فتضع الكعبة عن يسارك. عجبا، أوليس الشرع يحبذ اليمين في كل شيء؟ على ما جعلنا الكعبة عن يسارنا وطفنا؟ تجعل الكعبة عن يسارك والكون كله عن يمينك. الكعبة هي التي ستشدك إليها، وأنت يدك اليمنى إلى الكون كله، قلبك الذي في جهة اليسار إلى الكعبة، يستمد النور والبركات هنا، واليد اليمين ستفتح العالم. أزيدك من الشعر بيتا، نطوف والكعبة عن يسارنا عكس عقارب الساعة، وكذلك الكون كله يطوف عكس عقارب الساعة. أرأيت إلى الكواكب؟ تدور عكس عقارب الساعة. الشمس في مدارها تدور عكس عقارب الساعة. الأرض حول الشمس عكس عقارب الساعة. كأن الكون كله يطوف، وأنت عبد كما أن الكون كله عبد، تطوف كما يطوف الكون. تناغم مع الكون ليقول لك إن العبد المسلم متناغم مع هذا الكون، الكل عبد لله تبارك وتعالى. في آية في سورة الحج، آية السجدة، السجدة الأولى في الحج، تقول لنا الكون كله يسجد إلا من أبى. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. ثم تطوف البيت العتيق 7 أشواط، في هذه الأشواط 7 تقوم الذكريات، تناجي ربك، تقول له يا رب جئت إلى مركز الدائرة واستلمت الحجر أعاهدك. فتبدأ الذكريات، جئت لتغفر ذنوبك، إذن فليكن شريط ذكريات وأنت تطوف. كم مرة عاهدت ربك أن تتوب وأن ترجع وأخلفت لربك الموعد؟ كم مرة؟ ماذا تقول في الطواف؟ سبح، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر ذنوبك، الأمر مفتوح لك، هناك ستجد نفسك، لن تحتاج أن تسأل أحدا ماذا أقول، المشهد كله يقول لك ماذا تقول. تتذكر ذنوبك وأنت تطوف، كلما أكملت شوطا تقول للحجر الأسود هكذا الله أكبر، وتبدأ الذكريات الذنوب. لن تنهي الأشواط 7 إلا والقلب امتلأ بذكريات لا تخطر على بالك، لأنك في البيت العتيق. عندها ستختم الطواف بركعتين 2 خلف مقام إبراهيم، تقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، مفاصلة مع الذين لا يعبدون الله تبارك وتعالى. والركعة الثانية قل هو الله أحد، ثباتا على هذا التوحيد لله تبارك وتعالى. هنا سينتهي هذا الطواف، ستخرج من الركعتين
وتشرب قليلا من زمزم، بالله عليك كم من الحجاج يطوفون لا تأتي إليهم هذه المعاني، يكون الطواف عليهم ثقيل. بالله عليك إن كانت المعاني معك في الطواف والله ستقول يا ليت السبع أشواط طالت حتى أبث ربي أشواقي وحنيني. اللهم إنا نسألك نظرة إلى بيتك العتيق وزيارة إلى بلدك الأمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. يا راحلين راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي.